السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذا نقدم لكم نشرة جوية خاصة لطقس الجزائر يوم الخميس 28 جويلية 2022. إذا الفترة الصباحية ستكون الأجواء صحوة ومشمسة على كل ربوع المناطق الجزائرية. خلال الفترة المسائية نتوقع لوصول بعض السحب ورعود ستشمل المناطق النعامة والمشرية وصولا إلى البيض والأغواط وصولا أيضا إلى الجلفة. تبقى الأجواء صحو مشمسة على المناطق الشمالية وبعض السحب ستميز مناطق الأوراس. أجواء صحو مشمسة على وسط الصحراء والمناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية، في حين أقصى الجنوب الجزائري سنسجل بعض السحب والرعود على برج بجي مختار وعين صالح وتمن راست وعين قزام. ستكون رعود منعزلة على هذه المناطق. درجات الحرارة ما بعد ظهيرة يوم الخميس، درجة الحرارة القصوى سنسجل حرارة مرتفعة نسبيا ستقارب 47 إلى 48 درجة على شمال الصحراء والواحات. المناطق الشمالية الداخلية الوسطى والشرقية والغربية سنسجل ما بين 37 لما يقارب 42 درجة، في حين السواحل الغربية ما بين 30 إلى 37 درجة، السواحل الوسطى والشرقية ما بين 30 إلى ما يقارب 38 درجة. شمال الصحراء والواحات كما قلنا ما بين 45 إلى 48 درجة. منطقة الثورة ما بين 40 إلى 42 درجة. ولاية أدرار وتندوف سنسجل ما بين 44 لما يقارب 47 درجة على ولاية تندوف. تمن راس 34 درجة، إليزي 37 درجة مع مرتفعات لوكار والتاصيلي. حالة البحر أيضا سيكون هادئ على كل الشواطئ الشرقية الوسطى والغربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.